السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، ترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الاثنين 16/5/2022 في الجولة 19، الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز. اليوم متابعين الكرام، غزل المحلة فازت على ايسترن كومباني 1-0، أحرز الهدف اللاعب الندري أو ندراي في الدقيقة 18. سموحة فازت على المصري بورسعيد 2-1، أحرز دفاعي سموحة علاء في الدقيقة 19 ومروان حمدي في الدقيقة 38، هدف المصري عن طريق حسن علي في الدقيقة 86. متابعين الكرام، الجولة بدأت أمس الأحد 15/5/2022، الإسماعيلي فاز على السيراميكا كليوباترا 2-0، المقاولون العرب تعادل أمام إنبي 2-2، بيراميدز تعادلت أمام فاركو 0-0. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري المصري وترتيب الهدافين. متابعين الكرام، صدر الدوري المصري الممتاز في المركز الأول الزمالك ب 41 نقطة من 18 مباراة. بيراميدز في المركز الثاني ب 39 نقطة من 18 مباراة. عندنا الأهلي في المركز الثالث ب 33 نقطة من 14 مباراة. سموحة المركز الرابع ب 33 نقطة من 19 مباراة. فيوتشر المركز الخامس 28 نقطة من 17 مباراة. بعد كده فاركو في المركز السادس ب 27 نقطة. غزل المحلة المركز السابع ب 24 نقطة. البنك الأهلي المركز الثامن ب 24 نقطة. إنبي المركز التاسع ب 24 نقطة. طلائع الجيش المركز العاشر ب 23 نقطة. سيراميكا كليوباترا المركز 11 ب 21 نقطة. المصري البورسعيدي المركز 12 ب 20 نقطة. الاتحاد السكندري المركز 13 ب 19 نقطة. المقاولون العرب المركز 14 ب 18 نقطة. الجونة المركز 15 ب 17 نقطة. الإسماعيلي المركز 16 ب 17 نقطة. إسترن كامبالي المركز 17 ب 11 نقطة. ومصري المقاصة المركز 18 والأخير ب 10 نقاط. بالنسبة لترتيب الهدافين، متابعين الكرام، تصدر الهدافين احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك المركز الاول ب 11 هدف، في المركز الثاني مروان حمدي لاعب سموحه ب 9 اهداف، يتساوى معه مبلول لاعب الاتحاد السكندري وجون ايكوي ابوكا لاعب ام بي. المركز الثالث محمد هلال لاعب البنك الاهلي ب 7 اهداف، في المركز الرابع خالد قمر لاعب الجونه ب 6 اهداف، يتساوى معه امادو ناس لاعب المقاولون العرب. والمركز الخامس ب 5 اهداف، اشرف بن شرقي لاعب الزمالك، احمد رفعت لاعب فيوتشر، محمد شريف لاعب الاهلي، بيرستاو لاعب الاهلي، ايمن صفاقس لاعب فيوتشر، احمد عاطف لاعب فيوتشر، ابراهيم عادل لاعب بيراميدز، محمد مجد قفشه لاعب الاهلي، ومحمود وادي لاعب بيراميدز، ونصر المنسي لاعب البنك الاهلي، وعمر السعيد لاعب الزمالك. اما بالنسبه لصناعه الاهداف، متصدر صناعة الأهداف متابعين الكرام عبد الكبير الوادي لاعب سموحة المركز الأول صنع 6 أهداف، يتساوى معه جوزيف جوناسان لاعب فيوتشر صنع 6 أهداف أيضا. المركز الثاني عبد الله السعيد لاعب بيراميدز صنع 5 أهداف، وأحمد رفعت لاعب فيوتشر، وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك. وعلى المركز الثالث أشرف بن شرقي لاعب الزمالك صنع 4 أهداف، وعلي معلول لاعب الأهلي، وأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي، وإلياس الجالس لاعب المصري، ومحمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا، ومحمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.